ثم ومن الأسفل عندي شنو شامفر، تشوفون شامفر؟ أضغط على شامفر كليك. ثم يا جماعة يقول لي specify fairest chamfer distance، وأقول له 25 enter. يقول لي specify second chamfer distance، ونقول له 20 20 ثم enter. ارسم، اضغط كليك. شنو صار معاك؟ صار عندك مستطيل مخصوص الزوايا. طيب واحد يقول لي شنو ال 25 وشنو ال 20؟ امر جديد، اروح على دايمنشنز. ومن دايمنشنز في عندي لينير، تشوفونها يعني وضع خط لقياس طولي، اضغط عليها كليك. وني على الزوايا، والزوايا اضغط هني كليك، ثم حرك الى الاعلى واضغط كليك اخر، وروح جهة اليمين. شنو صار يا جماعة؟ تشوفونها كبر، شوف هذا 25. مرة ثانية اضغط على دايمنشن، ثم من دايمنشن اختار لينير واضغط هني كليك، ثم اضغط هني